زي دخية وكارفاخال ولاتشو وايضا ايالا مندي وبارترا ضمن البدلاء، البرتو مورينو ايضا النهارده ضمن البدلاء، كوكي ايسكو تياجو رودريجو موراتا قائمه كبيره. اسنسيو الهدف الاول، هنا ياتي الهدف الاول، ياتي عن طريق اللاعب امامنا اسنسيو. شوف هنا تبادل الادوار، اسنسيو هو اللي بيرفع وجوردي البا هو اللي بيسجل هدفه الدولي الثامن، كان سجل في مرمى المنتخب الكوستاريكي طبعا في اللقاء الاخير، كان تالق وكان ليه بصمه البا وكان سجل هدف اول. ادي امامنا البا، ادي البا، شوف هنا الكوره واللمسه والضربه الراسيه، روعه 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 في هذه الكوره امامنا. بص تبادل الادوار، ادي قيمه وحلاوه المنتخب الاسباني. اسنسيو هو اللي بيرفع وهو اللي بيصنع، والبا هو اللي بيتقدم ويسجل لاعب البارسا من تمريرة لاعب ريال مدريد الهدف الاول في اللقاء في مباراه اليوم. اسبانيا منتخب اسبانيا يتقدم هنا بهذه الكره الراسيه. بنشوف حاليا طبعا انجلترا بطله كاس عالم 17 سنه وبطله كاس عالم 20 سنه الشباب، يعني تخطيط وركله الجزاء هنا، حكم اللقاء عن طريق اللاعب المدافع اللي وقع في هذا الخطا هو السيد فيكتور فاسين. ركله الجزاء، شوف امامنا الاعاده هنا في هذه اللقطه، حكم المباراه وامامنا الحوار مع اللاعب كوزايب. بص امامنا هنا من باسين، وكوزايب هو اللي لمس، كان باسين هو اللي ضاغط على اللاعب امامنا، هو دي بالكتف هنا وتلمس، يعني صعب ركله جزاء صعبه الاسبان والركله روك الايطالي. اختبار هنا للحارس اندري لونييف وراموس، كره في الشباك، ركله جزاء يسجل منها الاسبان في الدقيقه 35 عن طريق راموس. سيرخيو راموس يسجل هدفه الدولي رقم 12 مع المنتخب الاسباني، 12 هدف في 149 مباراة. شوف امامنا ركلة الجزاء، حارس المرمى ويعني تقدم للامام ووضعها، بص خد خطوتين امامنا هو، ولكن حطها له بقى ايه باقتدار، قوية صعبة الكرة القوية وفي زاوية صعبة جدا، لا تقول لي بقى يا شين ولا ده سايف ولا حتى يكين فيه حارس المرمى الاساسي. راموس بالركلة الجزاء وفق لانتين ايفانوف يعني وكربين الموجود في الجهاز الفني، يعني اسماء توالت. وادي امامنا محاوله هنا، وادي استلام ولم سمولوف يا ولد، هو ده اللي عليه العين، هو ده اللي عليه العين، ادي سمولوف لم ولمه حلوه وخلى بيكيه يدور على الكوره ولكن لا يجدها دخية الا في الشباك. هدف روسي في الدقيقه 41، وسمولوف يبدو الاسمان بعد 2 لا شيء بدأت الأمور، وهدف في مرمى الحارس ديفيد دخية حارس المان يونايتد اللي كان في زيارة لموسكو، خسر أمام تشيسكا طبعا، خسروا أمام المان يونايتد تشيسكا موسكو ب 4-1. دخية كان في حراسة المرمى لنادي المان يونايتد، تمريرة حلوة قوي الحقيقة من أليكسي ميرنشوك، وسمولوف استلام ولف وحطتها جميلة، أو استلم حلوة ميرنشوك. بدأ نشوف سمولوف بشكل أفضل، بدا الى حد ما زاجايف، لاعبين مميزين الحقيقه زاجايف. ادي امامنا اهلا زاجايف، عاملها حلوه قوي، زيركوف وفرصه ولكن الكره تطلع، كره تطلع امامنا ايه الى داخل الشباك، كره تطلع لصالح المنتخب الروسي، هل الكره خرجت؟ وادي هدف التعادل لروسيا في الدقيقه 51، هدف لروسيا عن طريق اللاعب اليكسي ميرنشوك، هدف تعادل، لكن الحقيقه تحسب للاعب زيركوف اللي عمل هذه الهجمه. لاعب من الشوك، لاعب لوكوموتيف يسجل التعادل المتوقع، هدف الدولي الرابع، سجل في مرمى بيلاروسيا، في مرمى بلجيكا مرمى، لكن شوفها مره ثانيه، هل طلعت الكوره؟ ادي الان زوجايف زيركوف، والكره هل لمست اللاعب زيركوف وهو خارج الملعب وارتدت الى بن الشوك؟ ادي الاعاده، ادي الاعاده، هنا مش هنا، هي مش هنا، هي ضربت في المدافع الاسباني ورجعت بن الشوك، هنا تبان، ادي زيركوف، بص حضرتك، وادي ناتشو، هل لمست اللاعب اللي خارج الملعب حتى زوكي؟ لكن شوف الاعاده، بص الاعاده، شد اهو، تعال، ادي امامنا هنا اللاعب زيكايف مدافع سبارتاك موسكو، جايب راموس، والراجل رؤيه سليمه، وادي راموس
ركلة جزاء لإسبانيا للمرة الثانية، راموس سجل الأولى في الدقيقة 35 و2-2، وروسيا رجعت للقاء وإسبانيا. ولد راموس، يا راموس يا راموس يا راموس، هدف الدولي رقم 13 يسجل هنا ركلة الجزاء، يثبت حارس المرمى وتتقدم إسبانيا 3-2 عن طريق راموس. لوبوتيجي، شوف أمامنا هنا المحاولة، هدف التعادل من الرتشوك في الدقيقة 51، وهدف التقدم لراموس بعد 2-2. بعديها بعد دقيقتين على طول راموس من ركلة الجزاء اكتسبت لراموس على اللاعب زيكيا المدافع طبعا اللي تعرض بالمسك لراموس، وسجل راموس المرة دي باقتدار أيضا. رمي التماس، ملعب اللقاء تشعر ب يعني الحضور الجماهيري بيتفاعل، وادي محاولة سبولوفيا. ولد يا ولد يا ولد، هدف التعادل لسمولوف، هدف التعادل لسمولوف، روعة روعة روعة. سمولوف يستلم بظهره للمرة الثانية، والمرة دي بقى ايه؟ المرة دي صعبة جدا جدا على أي حارس مرمى. سمولوف يسجل هدفه الثاني وهدف التعادل 3-3. سجل الهدف الأول والهدف الثالث في الدقيقة 70. حلوة قوي الكورة، بص أمامنا الأخطاء الإسبانية، أدي أمامنا أقول الأخطاء الدفاعية، وسمولوف المرة دي من خارج المنطقة. حلوة حلوة، هدف جميل، راجل لف المرة دي، وسع لنفسه بقى المرة الأولانية استلم وراوغ بيكي، لكن المرة